دايما الناس اللي بتابعوا معايا متابعه تبويض بقول لها معلومه مهمه جدا واقعد اكررها لها كل شهر. في فتره التبويض بنتابع 3 4 مرات لغايه ما بنلاقي البويضه وصلت الى الحجم 18 او اكتر، تبقى اذا هي دلوقتي ممكن ينفجر الجراب اللي هي فيه البويضه وتخرج، وانتوا عارفين ان هي من 20 ل 24 ساعه كل صلاحيه البويضه عزيزه، هي يوم واحد في الشهر كله. ففي الشهر في الوقت ده لو انت حسيتي بألم في اليمين في اليسار حسب الجنب اللي فيه التبويض وطلعتي تجري بسرعه بسرعه عشان تاخدي مسكن او في مضادات حيويه او اي ادويه في الفتره دي غير الادويه اللي احنا بنديها عشان جوده البويضات، يبقى انت ضيعتي الشهر كله وخربتي جوده البويضه، لان اي مسكنات في الفتره ديت بتضر ضرر بالغ بالبويضه وتخليها ملهاش جوده وغير صالحه للترقيق والحمل. فدايما انبه عليهم ممنوع 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 اي ادويه مسكنه او اي ادويه في فتره التبويض، حتى الناس اللي بتاخدها عشان بقول لها خدي اول الدواء.